لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته القربى. ربنا اجعلنا من خير العباد عندك، واجعلنا ممن يبتغون فضلك ويرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم زدنا من البركات ولا تنقصنا منها. اللهم زدنا حكما ولا تحرمنا من بعضها. ربنا اجعلنا من أهل القرآن حقيقة قولا وفعلا. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما فيما يخص الطب، سأعرج على بعض أسباب الصداع بصفة واللي مش حاب يعرف الأسباب دقة لابد أن يفهم الإنسان روحا فكرا وعلاقات وما ويخص هذه الأبعاد هذه لمن زاد يعرف أن ثم ترب ما نقول وإحنا الجانب النفسي يجب يكون اصلا لبعض انواع الصداع. الانسان اللي ما عنده كروهات يعني يفرط في الخوف من الاشياء او من المواقف، او اللي يعاني من انهيار عصبي خفي خاصه، لازم الطبيب يفهم اللي جاي يشكي من الصداع يجب يكون انسان هذا ب تفكير الانتحار، لأن الضغط النفسي سبب له انهيارا فانعكس على مكونات رأسه. فالطبيب اللي مش يكون نار يجب يفرط منه تفرط منه فرصة التشخيص، لهذا يجب يقوم بدوره يوصل للمريض مواد ضد انهيار المعنوي. بعد بعض الأسابيع إن قلت الآلام فهو في طريق التشخيص الصحيح. على كل حال أنا أقول لكم بعض الأشياء لابد أن تركزوا عليها في شأن كل مرة. يعني الإنسان الطبيب خاصة الطبيب الإنسان لازم يتقن فهمه وعلمه بمكونات الرأس وما يدفع الرأس خاصة الفقرات وما يبرز من بين الفقرات هذه العنقية من بعض أعصاب كأرنولد من العصب الكبير لأرنولد يعرف منا أمراض الفم قد تكون سبب لهذا الصداع بالبيت جيل فما التهابات في مرتبطة بأصول الأسنان، تجم تكون أسباب الأذن أو البلعوم أو في الأنف أو في الجيوب الأنفية، تجم تكون تعفنات التهابات من المجرى أو حساسية. يجب يكون بلا اضطراب في الرؤية، إذا ميتروبي يعني الإنسان شكل عينه ووظيفة عينه ما فيها العين هذيك بلا مختلة نوعا ما حتى لا تقع الصورة لما هو مبصر على الشبكية بدقة. يجب الإنسان يعاني من الصداع لأنه اضطرابات هذيك لعدم وقوة الصورة في سطح الشبكية يجب ينتج عنه تعب عضلي في حول العين، عضلاته تولي العين تلوش كيفاش تطلع نوعا ما الارتباك هذاك لعل الرؤية تتضح. فهنا الإنسان يجهد العضلات
أنا عنا الأمس كما قلنا عنا الغنان عنا الفقرات عنا الجلد عنا الأوردة اللي بان الأوردة اللي فيها اضطراب يجب الإنسان أثناء مثلا سعال الكعة يجب يرضى نوعا ما من الضغط من الداخل تأتي الشكوى من الصداع. يجب يكون اضطراب في جدار الأوعية الدموية خاصة الشرايين. يجب يكون اضطراب في جدار الحصيات في الغويصة المرارية. أو يجب يكون اضطراب في الكيماوية داخل المعدة. يعني تأتي نتيجة لإفراز السائل المرار. كل شيء تجب تقول كما نقولوا احنا زاد كذلك فيما يخص الميجران الشقيق أسباب بلا أحسن تجب تكون وراثية تجب تكون غذائية تجب تكون نفسية تجب تكون مرتبطة بالحافتات الهرمون تجب تكون مرتبطة بالدورة الشهرية وهذا ما جعل كل حال الموضوع هذا إن شاء الله موضوع ميجران هذا فما الطرق العلاج وفي مقدمتها معرفة السبب وإزالته أو التخفيف منه ثم الجانب النفسي عنده دخل كبير في حكاية الشقيقة النفسية يكفي باش الإنسان يعتدل في نظريته للواقع من هو الله كيف هو ولا جميل في المطلق ورحيم في المطلق وقريب في المطلق وغفور رحيم وهذا ما جرى يعني يكفي باش يكون عنده رصيد كبير من المعلومات التي تعرفه بالله سبحانه وتعالى ما باش يخف الألم وحتى من آداب الله حين الإنسان يفهم من هو الإله ويقدر حق قدره من لطف الله به أن لا يزيد في محنته بل يأجر عما فات ويجعله لا يخاف مما هو آت يعني شيء كبير المسألة هي الآلام هي سؤالية في الدم الكل لكن الآلام التي تقع عند الإصابة بالشقيقة نسأل الله السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله.